بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد وهذه الحلقة الجديدة من الأمسية الثقافية. ليالي بعد الظاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. إذا كان شم الروح أدنى إليكم، فلا برحتني روضة وقبول. وما شرقي بالماء إلا تذكرا لماء به أهل الحبيب نزول. يحرمه لمع الأسنة فوقه، فليس لظمآن إليه وصول. عزيز المستمع، عزيز المشاهد، هذه الأمسية لها طابع مميز، وتميزها أنها سوف يدور الحوار أو الحديث فيها مع مضيفنا حول تراث الأمة العربية شعرا وأدبا. هذا التراث الذي ما أن تقرأه أو تستمع إليه عزيز المشاهد إلا وشد انتباهك، لأنه يبرز الأخلاق الحميدة لهذه الأمة العظيمة التي نتباكى نحن أبنائها على أمجادها العظيمة. عزيزي المستمع، نحيي عزيزي المشاهد، نحيي معا الأستاذ الأديب والشاعر الشيخ محمد صالح آل إبراهيم، والذي يسعدنا أن نعيش معه هذه السياحة الفكرية والأدبية حول شعر ونثر هذه الأمة الخالدة. والشيخ محمد صالح آل إبراهيم صدر له الجزء الأول من كتاب الخيل عند العرب، والذي يبرز تراث هذه الأمة من خلال الحديث عن الفروسية وعن الخيل عامة. فأهلا وسهلا بك شيخ محمد صالح آل إبراهيم. أهلا فيك شيخ محمد. سنتحدث في هذه الأمسية، وقلنا أنها أمسية ثقافية، سوف يدور الحديث كما ذكرنا حول تراث هذه الأمة. لكن قبل ذلك، نحن نعرفك أنك قد اهتممت بالتراث العربي، وأتصور أنك أوقفت نفسك على هذا التراث وقد أحببته كثيرا. فهنا الإنسان يتساءل، كيف أحببت الشعر والأدب العربي أو التراث العربي عامة، ومن له الأثر في حبك لهذا التراث؟ بدأ حب الأدب عندي وأنا صغير، وكان يأتي إلى الديوان بعض العلماء وبعض الأدباء، فأستمع إلى شيء من أقوالهم وشيء من أحاديثهم. ثم بعد ذلك تعلقت بالقراءة والكتب، واهتممت بها اهتماما كثيرا وأنا صغير. هل كان الوالد الله يرحمه كان شاعر أو كان أديب أو كان له مكتبة خاصة؟ الوالد رحمه الله لم يكن شاعر ولا أديب، ولكن كان لديه بعض الكتب وحب للقراءة. وأنا لم أره، فقد توفي ولي أشهر. شيخ محمد، هل تعلمت في المدارس الكتاب أولا؟ تعلمت في بعض المدارس، عند محمد العدساني، وعند حمادة، وعند مرشد، ثم المعهد الدين. وخلصت من معهد الدين؟ يكاد يكون ذلك قبل الانتهاء، تركت دراسة المعهد. طيب أستاذنا، انكبيت على قراءة التراث، ولا شك أنك قرأت التراث العربي سواء
الجاهلي أو الإسلامي قراءة مستفيضة طبعا. وهنا أتساءل يعني هل استوقفك شاعر معين خلال هذه السياحة وهذا البحث وهذه التجربة الكبيرة في التراث العربي؟ استوقفني كثير من الشعراء وكثير من العلماء، ولكن لم يكن الوقوف عند شاعر بذاته أو عند عالم بذاته، وإنما كان اهتمامي كله منصب على العلم والشعر لا على الشاعر أو العالم. طيب، لا، هل هناك مثلا شاعر معين أو أدب خاص من الأدب العربي وقفت عنده كثيرا وأطلت الوقوف؟ والله أطيل الوقوف عند كل أدب فيه سمو وعلو. طيب، احنا لو دخلنا إلى الشعر مثلا، هذه في السنوات الأخيرة في العصر الحديث خاصة بدأت هناك تؤلف كتب وبحوث كثيرة حول أجمل قصيدة في الغزل مثلا أو في المديح أو في الفخر إلى آخره. هنا لا شك أنك استوقفك بعض أبيات أو قصائد في الأدب العربي سواء في الفخر أو في الغزل أو في غيره. والله هناك كثير من القصائد الجيدة التي تستوقف الإنسان، مثلا قصيدة ابن النحاس على ذكر قصيدتك لأنك جبتها مطلعها في الغزل، فهذه قصيدة رائعة. كذلك هناك قصائد أخرى كثيرة فيها الروعة وفيها الإجادة وفيها الأداء النفسي المتكامل. فابن النحاس هي يقولها في مدح أحد الأمراء، ولكن مطلعها غزلي، يقول فيها أو في أولها: بات ساجي الطرف والشوق يلح، والدجى إن يمضي جنح يأتي جنح، وكأن الشرق باب مغلق ما له غير هجوم الصبح فتح. يا ندام يا أيام الصبا، هل لها رجع وهل في العمر فسح؟ صحبتك المزن يا دار اللواء، حيث لي فيك خلاعات وشطح. لا أذم العيس، للعيس يد في تلاقينا وللأسفار نجح، قربت منا فمن نحو فمن، واعتنقنا فالتقى كشح وكشح، وتعاهدنا على كأس اللمى أنني ما دمت حيا لست أصحو، وترشفت الشذا من مبسم بفمي منه إلى ذا اليوم نفح. كل عيش ينقضي ما لم يكن مع مليح، ما لهذا العيش ملح. إلى أن يقول: يا أهيلل قلت حيلتي، كلما داويت جرحا سال جرح سال جرح. يا أهيلل قلت حيلتي، كلما داويت جرحا سال جرح، أي كلما داويت جرح قديم سال جرح جديد. وهناك كثير من القصائد في الغزل وفي الحكمة، هذه في الإنسان يعني تتملك عليه مشاعره. إذا هناك قصائد في الحكمة يعني، نعم، تذكر مثل بعض قصائد لامية العجم كما نعم تذكر، نعم مرة، نعم، قلت فيريت لو نستمع إلى بعض أبياتها. أو هذا الطقرائي يقول، نعم، فيها يقول: أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني عن العطل، مجدي أخيرا ومجدي أول شرع، والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل، فيما الإقامة في الزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي. هذا أول من قال هذا المثل، الحارث بن عباد.
فيما الإقامة في الزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي نائٍ عن الأهل صفر الكف منفرد كالسيف عري متناه عن الخلل فلا صديق إليه منتهى حزني ولا جليس إليه منتهى جذلي طال اقترابي حتى حن راحلتي ورحلها وقر العسالة الذبل وضج من لغب رضوي وعجل ما يلقى ركابي ولج القوم في عذلي أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي والدهر يعكس آمالي ويقنعني من القنيمة بعد الكد بالقفل وذي شطاط كصدر الرمح مقتفل بمثله مقتفل بمثله غير هياب ولا وكلي طردت سرح الكرى عن ورد مقلته والنوم أقرى سوام النوم بالمقل والركب ميل على الأكوار من طرب صاح وآخر من خمر الكرى ثملي فقلت أدعوك للجلى لتنصرني وأنت تخذلني في الحادث الجللي تنام عني وعين النجم ساهرة وتستحيل وصبغ الليل لم يحلي إلى أن يقول ولا أخل بغزلان تغازلني ولو دهتني أسود الغيل في الغيل يشفى لديغ العوالي في بيوتهم برشفة من رضاب الخمر والعسل ثم يأتي إلى الحكمة فيقول حب السلامة يثني هم صاحبه عن المعالي ويغري المرء بالكسل فإن جنحت إليه فاتخذ نفقا في الأرض أو سلما في الجو واعتزلي ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها واقتنع منهن بالبلل رضا الدليل بخفض العيش منقصة والعز تحت رسيم الأينق الذؤل إلى أن يقول وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجلي وحسن ظنك في الأيام منقصة فظن شرا وكن منها على وجلي غالى بنفسي عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القول مبتذلي إلى آخر القصيدة. هذه للطغرائي. هذه أتصور في الحكمة شيخ محمد، هي في الحكمة وفي عرض حاله ووضعه وعدم وجود الصديق معه وعدم ارتياحه من وجوده في الزوراء كما يقول، وعرض للمسائل عموما وفيها بعض الحكم. شيخ محمد، إذا احنا تحدثنا عن لامية العجم وقلت أنها لامية العجم، وهناك لامية العرب للشنفرة، يعني هل هذه نقيضة لها مثلا أو لا؟ هي لامية العرب تدعى أو للشنفرة وهي معروفة بالأول، وقد قال بعض العلماء القدماء أنها منحولة، لكنها اشتهرت عند الناس وأخذوا يعنون فيها كثير. ثم جاء الطغرائي فقال قصيدته فأعجب الناس فيها ففردوها عن قصيدة الشنفرة نسبة له فقالوا لامية العجم. هو غير طبعا غير عربي هو أصلا، يعني أصلا. طيب لامية العرب هل فيها الحكم والمعاني أفضل من حكم الطغرائي؟ لا طبعا، لامية العرب لم يكن فيها حكم بالمعنى الصحيح، ولكن هناك ممارسات فعلية، هناك كشف لبعض النواحي المجتمعية، هناك ذكر للأحوال الجاهلية، لكن كحكم لا تجد فيها تلك الحكم، حتى يقال أن وهذا طبعا غير ثابت أن الإمام علي نهى عن تعليمها الصبيان لأنها تقسي القلوب. تقسي القلوب، لكن هي اتهمت بأنها منحولة. يعني ممكن لو نذكر في بعض الأبيات التي قد يكون فيها قسوة أو أنت ذكرت سابقا بيت من الأبيات اللي هي ورديت عليه وأعتقد، لكن هي فيها بيت واحد يمكن أذكره لك
أنسب من أن نذكر اللي فيها القسوة، يقول فيها وهي للآداب الاجتماعية، يقول وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأولهم إذ أشع القوم أول. هي تصور بداية أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميلوا. يعني هذه هي لامية العرب وهي مشهورة جدا، وتصور أن الشنفرة اشتهر بهذه القصيدة فقط. يعني أنا أشك فيها على قول هؤلاء العلماء الذين قالوا إنها منحولة. طيب استاذنا، هذا بالنسبة للحكم. في الفخر من أعجبك؟ والله هو أنا ما يعجبني الفخر، يعجبني الشعر. إيه طبعا، بس المعاني الشعر يعجبني. فلا أنا يعني الشعر حينما يجيده حتى لو يكون في موضوع آخر، يعني إنما الإجادة الفنية الشعرية هي اللي تعجبني. ففي كثير من الناس يعني يعجبون بقصيدة عمرو بن كلثوم، وكثير من الناس يعجبون بقصائد أخرى مثل قصيدة الفرزدق. يا ريت تذكر قصيدة الفرزدق. هذه قصيدة رائعة جدا، وسمعناها منك مرة في الديوان، يعني فيا ريت لو نسمعها. يعني طبعا بدون قصتها، وإلا تريد قصتها؟ يا ريت قصتها، يعني لأنها قصيدة فعلا جميلة ورائعة. يعني نطيل عليكم، وقليل من الناس يعرفها. الفرزدق زار المدينة، مدينة المنورة، وكان في يوم من الأيام في المسجد وحوله جماعة من الأنصار، فأتى غلام أنصاري وخاطب الفرزدق وقال: أنت تزعم أنك شاعر العرب؟ قال: نعم. قال: لقد قال شاعرنا قصيدة، وذكر قصيدة لحسان اللي فيها لنا الجفنات الغر. يبرقنا في الضحى، المعنى في الضحى. ذكر له القصيدة: وأنا أمهلك شهر على أن تأتي بمثلها. عجيب. يقول الفرزدق، يقول الفرزدق، وترك الغلام. فسكت الفرزدق ثم خرج وعاد في اليوم الثاني، والتف حول قوم من الأنصار فقال: أين الغلام؟ فراحوا يقولون أن الغلام جاهل وأنه كذا، وقال: لا، أتوا به. فأتوا به. فالقصة تقول ذلك، يعني أنه أنشد قصيدة، لكن نستبعد عن ذلك. ونرى أنها قد تكون القصة مهيئة أو مختلقة، لأنها قال في مدح بني مروان. فأتوا بالغلام وأسمع الفرزدق قصيدة المشهورة: عزفت بأعشاش وما كدت تعزف، وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف، ولج بك الهجران حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تيلف. الله. إلى أن يقول: وعض زمان يا ابن مروان، وفي رواية أخرى: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مخلف. طبعا نصب المسحة على تقدير ورفع هذا، وبعض النحويين أبدى الاعتراض، ولكن الفرزدق على صواب. ثم أتى إلى الموضوع اللي سألت عنه في الفخر، فقال: لنا العزة القعساء، والعدد الذي عليه إذا عد الحصى يتخلف، ومن الذي لا ينطق الناس عنده، ولكن هو المستأذن المتصرف. ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا، ولا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف، وما قام منا قائم في نديه فينطق إلا بالتي هي أعرف. شيخ محمد، بالنسبة للفرزدق قد ذكرت هذه القصيدة الرائعة والتي افتخر بها، وكان قد دعاه لذلك الغلام في المدينة المنورة،
وكما ذكرت أنه قال له بيت من قصيدة حسان بن ثابت، ولكن الفرزدق كبرت في نفسه وجاء بقصيدة جميلة ورائعة كما ذكرت لنا الآن. شيخ محمد، الفرزدق تتحدث عنه كثير دائما، فأتصور أن هناك قصص جميلة للفرزدق نجهلها نحن كثيرا، فياريت لو نستمع إلى بعض القصص بالنسبة لهذا الشاعر الرائع. أتحدث عن الفرزدق وعن غيره، نعم، في كثير من الحوادث التي يكون فيها طرافة وفيها أداء شعري ممتاز، وللفرزدق كثير من الحوادث التي فيها الطرافة، فمنها أنه لما حج سليمان بن عبد الملك وفي طريقه أتي بأسارة وكان الفرزدق عنده، فأمر الفرزدق بضرب عنق أحدهم، فقام إلى الفرزدق أحد الناس وقدم إليه سيف وقال له خذ سيف أبي رغوان مجاشع فإنه سيف بتار، وربما يكون قد غشه، ربما. فأخذ السيف وضرب به الأسير، فنبى السيف عن عنق الأسير، فضحك سليمان بن عبد الملك، فلما ضحك قال الفرزدق: أيعجب الناس أن أضحكت سيدهم خليفة الله يستسقى به المطر؟ لم ينبو سيفي من رعب ولا دهش عن الأسير، ولكن أخر القدر ولن يقدم نفسا قبل مدتها جمع اليدين ولا الصمصامة الذكر. ثم قال: ما إن يعاب سيد إذا صبا، ولا يعاب صارم إذا نبا، ولا يعاب فارس إذا كبا. ثم قال بعد ذلك في قصيدة عن هذا الموضوع: ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم. وله قصة ظريفة تدل على ما في نفسه من طبيعة كريمة، فقد كان في سفر في البادية وأتاه ذئب فقدم إليه الزاد وأخذ سيفه وهو على حذر وقال: وأطلس عسال وما كان صاحبا، دعوت بناري موهنا فأتاني، فلما دنا قلت ادن دونك إنني وإياك في زادي لمشتركان، وأنت امرأ يا ذئب والغدر كنتما، أخيين كانا أرضعا بلباني، ولو غيرنا نبهت تلتمس القرى أتاك بسهم أو شبات السنان. هذه هي قصة تصور يعني حدثت فعلا بالنسبة للفرزدق. حدثت فعلا، ويعني العجيب والغريب أن كثير من الشعراء واجهوا الذئب ولكنهم قتلوه. وللبحتري قصيدة يظهر فيها هجوم الذئب عليه ورميه للذئب، ولكن قصة الفرزدق تعطينا بيانا واضحا للمكارم الخلقية وللعطف الإنساني الذي في نفس الفرزدق.
شيخ محمد، إذا ذكرنا هذا العصر عصر الفرزدق، وجدنا هذا العصر هو عصر الشعراء الكبار. أتصور أن في عصر بني أمية بدأ الشعر يعود إلى أصله مثلا، يعني فكان ركد في فترة من فترة صدر الإسلام، ثم عاد مرة أخرى في عصر بني أمية. وقد ظهر الأخطل كذلك في قصيدة الرائعة التي مطلعها خف القطين فراحوا منك أو بكروا وأزعجتهم نوى بصرفها غيروا، هذا تصور الأخطل. وكذلك هناك شاعر رائع وهو موازي تقريبا للفرزدق، هو جرير. وجرير لن نريد أن نتحدث عن النقائض في هذه الأمسية، ولكن نريد أن نتحدث عن الأشياء الجميلة والجوانب الجميلة في شعر هذا الشاعر. فأتصور أن هناك يقال له بيت أروع ما قيل في الغزل، أنا أقول أنه يقول: إن العيون التي في طرفها حور مرض، نعم، قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا، وأنت تقول أنها غير ذلك. فيريت لو نسمع هذه القصيدة ونتعرف عليها. قبل ذلك أحب أن أعلق على كلام أن الشعر في صدر الإسلام ضعف، هذا القول لا أؤيده وليس بحقيقة في رأيي. الشعر في صدر الإسلام كان كأقوى ما يكون، وقد برز فيه من الشعراء المشهورين من هو قمة في الشعر ككعب بن زهير وكالحطيئة وكحسان ثابت، وأشعارهم من أقوى الأشعار، وهناك أشعار كثيرة وقوية لشعراء غير معروفين في العصر الإسلامي كأبي محجن الثقفي وكغيره من الشعراء. فالذي يقول إن الشعر في صدر الإسلام ضعف لم يطلع الاطلاع الكافي على ذلك الشعر في ذلك العصر. ونعود إلى سؤالك عن جرير. جرير من الشعراء البارزين أو أبرز الشعراء الثلاثة في العصر الأموي، اللي هم جرير والفرزدق والأخطل. ويقول القدماء من العلماء أن الأخطل لم يكن بمستواهما ولكن ربيعة تعصبت له. جرير ربيعة قبيلته يقول. نعم. جرير كان شاعرا مجيدا ذا خصلة غريبة. كان جرير عفيفا، وكان الفرزدق كما يقولون فاسقا، لكن شعر جرير في الغزل أرق وأدق من شعر الفرزدق في الغزل. والبيت اللي تفضلت فيه وذكرته هو لا شك إنه من أجمل الأبيات الشعرية في الغزل، والذي يقول فيه: إن العيون التي في طرفها مرض، وهكذا الرواية في الديوان: قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. يعني نحن دائما أو أكثر ما نسمع بأنها تقال إن العيون التي في طرفها حور، فلماذا مرض؟ يعني هل المرض يعني هو المرض هنا المحبوب عندهم؟ والعيون المراضي، يعني القصد هنا فتور نظر العينين. والمرض في هذه الناحية اللي قصدها الفرزدق الجرير ينطبق انطباقا كاملا على معنى بيت. أما الحور فلا ينطبق، لكن كثير من كتب الأدب المتأخرة والقديمة ذكرت الحور بعد
ذكر أبيات جرير، لكن الحور هو السواد أو شدة السواد والبياض في العين. فمعنى جرير، معنى جرير أقرب إلى المرض المقصود به بفتور العين معنى إلى المعنى اللي أراده فيه، لأنه قال إن العيون التي في طرفها، فالحور لا يكون في الطرف، وهذا خطأ لم ينتبه إليه لا القدماء ولا المحدث. الطرف لا يكون فيه الحور، الحور يكون في العين، وإنما المرض يكون في الطرف لأنه هيئة من الهيئات لسكون العين وارتخائها. فتورة. فتورة. شيخ محمد، سألنا في بداية الحلقة عن القصائد التي أعجبتك، وذكرنا الفخر وذكرنا مثلا الحكمة، فما دمنا نتحدث عن الغزل وتحدثنا الآن حول قصيدة أو بعض الأبيات الغزلية لجرير، فيريت لو نستمع إلى قصيدة أعجبتك من خلال قراءتك للتراث العربي. نعم، في الغزل عدة قصائد. نعم، منها القصيدة المشهورة لابن زريق. ويقال قصة قد تحتمل الصدق وقد لا تحتمل، ويقال أنه كان لديه محبوبة وأنه عزم على الزواج منها، ولكنه لضيق الحال لم يتمكن من ذلك، فعزم على السفر الطويل ليكسب المال ويأتي ويتزوج. فذهب يقال إلى الأندلس ومدح عبد الرحمن الداخل، ثم أن عبد الرحمن شك في مسيرة المسافة الطويلة والسفر الطويل والأشهر العديدة لقضاها يأتي، شك في أمره، فتركه قليلا ليمتحنه، وبعد 15 يوم سأل عنه، فوجد في الخان وقد توفي والقصيدة تحت فراشه. هذه قصة تحتمل الصدق وتحتمل الوضع، لكن القصيدة بين أيدينا. نعم، والقصيدة رائعة جدا وفيها معاني جيدة وحكم. يقول فيها: لا تعذلي فإن العدل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمع، جاوزت في نصحه حدا أضر به، من حيث قدرت أن النصح ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلا من عنفه، فهو مضن القلب موجع، قد كان مطلعا بالخط يحمله، فحملت بظهور البين أضلعه، إذا الزمان أراه في الرحيل غنا، ولو إلى السن أضحى وهو يضرعه، وما مجالدة الإنسان جالبة رزقا، ولا دعة الإنسان تمنعه، لكنهم كذفوا حرصا، فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه، والحرص في الرزق والأرزاق قد قسمت، بغي ألا إن بغي المرء يصرع. أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الإزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحى وأدمعي مستهلات وأدمعه، وكم تشفع بي أن لا أفارق، وللضرورات حال لا تشفع، لا أكذب الله، ثوب العذر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فعنه الله ينزعه، أوتيت ملكا
فلم أحسن سياسته. كذاك من لا يسوس الملك يخلعه، اعتض عن وجه خلي بعد فرقته كأسا يجرع منها ما أجرعه. كم قائل لي ذقت البين، قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه، هل لا أقمت؟ فكان الرشد أجمعه، لو أنني حين بان الرشد أتبعه، لو أنني لم تقع عيني على بلد في سفرتي هذه إلا وأقطعه. يا من أقطع أيامي وأنفدها حزنا عليه وليلي لست أهجعه، لا يطمئن يا من أقطع أيامي وأنفدها حزنا عليه وليلي لست أهجعه، لا يطمئن يا من أقطع أيامي وأنفدها حزنا عليه وليلي لست أهجعه، لا يطمئن كذا ألا الليالي التي أضنت بفرقتنا يوما ستجمعني يوما، وألا الليالي التي أضنت بفرقتنا يوما ستجمعني يوما وتجمعه، وإن يدم أبدا هذا الفراق لنا فما الذي بقضاء الله نصنعه، وإن تلل أحد منا منيته لا بد في غده الثاني سيتبعه. فهذه القصيدة فيها شيء من التعبير الوجداني الصادق الذي يميل الإنسان إليه ويتملك مشاعره، وتحس أن الشاعر نظر إلى المعاني التي ذكرها نظرة فيها عمق وجداني إحساسي كبير. عزيزي المشاهد، في نهاية هذه الحلقة والتي كنا نتمنى أن تطول ولكن أدركنا الوقت، نعدك عزيزي المشاهد في الأسبوع القادم أن نستكمل ما بدأناه من حديث في هذه الحلقة حول التراث مع الشيخ محمد الشيخ صالح آل إبراهيم. فشكرا لك شيخ محمد، ونلقاك إن شاء الله إذا أردت إن شاء الله ووعدت في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لك وأرجو أن ألقاك. شكرا.